بتاعت اللي فاتت ان احنا نعرف يعني استخدامات علم النقل موجوده فين وايه انواع المشاريع اللي احنا ممكن نتعرض ليها والكونسبت بتاع تخطيط النقل والاوتبوت بتاع مشاريع النقل وهكذا. النهارده ان شاء الله هنكمل المقدمه شويه كده شويه تعريفات وبعد كده هندخل في الموضوع الثاني اللي هو الداتا كولكشن. هنبدا بشويه تعريفات بسيطه كده. النقل هو عمليه نقل الشيء من مكان للتاني. طبعا الرحله هي انتقال اي حاجه سواء راكب او بضاعه من مصدر الى هدف او من مصدر الى مقصد او من اوريجين الى ديستنيشن. يبقى التريب هي انتقال شيء من اوريجين الى ديستنيشن. كل تريب بعرف ليها اربع حاجات. كل تريب المفروض اعرف عنها اربع حاجات. اول حاجه مصدر الرحله او الاوريجين بتاعت الرحله او النقطه اللي بتطلع منها الرحله. والحاجه الثانيه الديستنيشن اللي هو الهدف بتاع الرحله او النقطه اللي بتروح ليها الرحله. والتريب بيربوس او الغرض من الرحله اللي هو الغرض اللي بيتم ليه الرحله. يعني قد يكون الغرض ده عمل او تعليمي او ترفيهي او اجتماعي او اي حاجه من الاغراض دي. والوسيله اللي بتتم فيها الرحله. واحد يقول طب وانت مالك انت وانت بتاع تخطيط نقل انت مالك ومال الغرض؟ يعني انا هيفرق معاك ايه لما تيجي تعمل تخطيط ان الرحله دي تعليميه او الرحله دي اجتماعيه او الرحله دي عمل مثلا؟ يفرق معاك ايه؟ انا مالي ولا ما ماليش؟ ايه؟ الاحمال؟ الاحمال؟ لا. من وجهه نظر التخطيط لا، يعني لما تكون من وجهه نظر الطرق ان يعني انا هقول لك الكلام ده بشكل تاني في ان شاء الله في الترم الثاني، بس من وجهه نظر التخطيط تفرق معايا ان كانت الراجل ده هيعمل رحله عمل ولا رحله اجتماعيه؟ لا. عدد يفرق عدد الرحلات. ليه؟ انا قلت بس ليه؟ لان ليه؟ الرحلات اللي ليها نفس الغرض بيبقى ليها نفس الاتيتيود او نفس البيهيفير. يعني مثلا رحلات العمل معروفه ان البيك اور بتاعتها بتبقى الصبح والبيك اور الثانيه بتبقى اخر اليوم مثلا. رحلات العمل في الغالب الناس بتفضل فيها انها تروح في وسائل النقل الجماعي او معظمهم لو ده متاح. الرحلات الترفيهيه الناس بتفضل فيها مثلا وسائل النقل الخاصه، بتروح في الاوف بيك اورز، بتخرج في يعني كل نوع من انواع الرحلات دي بيبقى ليه اتيتيود مختلف. فلما بصنف الرحلات طبقا للغرض الاوتبوت بتاع الاستيميشن بتاعي بيبقى ادق. يعني لما اعمل نموذج يحسب لي عدد الرحلات اللي خارجه من شبرا كلها كاجمالي ده هيطلع رقم بدقه معينه. لو انا عملت نموذج يطلع لي رحلات العمل لوحدها ونموذج يطلع لي الرحلات الاجتماعيه لوحدها ونموذج يطلع لي رحلات العمل لوحدها وهكذا النموذج الثاني ده هيبقى ادق لان هو صنف الرحلات طبقا لتريب بيربوس. فنماذج الاستيميشن هتبقى اكثر دقه من النموذج المدمج. عشان كده دايما بيعرفوا الرحلات طبقا لحاجات مختلفه منها التريب بيربوس يعتبر من اهم الوسائل. وطبعا الوسيله اللي بتتم بيها الرحله. طبعا الوسيله اللي بتتم بيها الرحله. فلو انا عندي مثال زي ده كده واحد خرج من السكن الصبح راح للعمل انا كده عرفت له الاربع حاجات. اول حاجه عرفت الاوريجن اللي هو عنوان السكن بتاعه. وبعدين عرفت الديستنيشن اللي هو مكان العمل بتاعه. كده الاوريجن والديستنيشن عرفتهم. عرفت كمان البيربوس من الرحله او التريب بيربوس اللي هو العمل. عرفت اللي هو العمل. الحاجه الرابعه اللي عرفتها الوسيله اللي بتتم بيها الرحله اللي هي وسيله النقل العام. فلو قلنا ان واحد خرج من البيت راح العمل وبعدين في نص اليوم خد بريك راح عمل شوبينج وبعدين رجع من الشوبينج راح على العمل وبعدين رجع من العمل في اخر اليوم على السكن يبقى الراجل ده عمل كام رحله؟ اربع رحلات. لان احنا قلنا كل رحله لازم يكون لها اوريجن ديستنيشن بيربوس مود اوف ترانسبورتيشن. اربع حاجات. لو اي حاجه من دول اتغيرت بقت رحله جديده. لو اي حاجه من دول اتغيرت يبقى بقت رحله جديده. عشان كده لما نيجي نعد دول هنعدهم اربع رحلات موجودين في وسيله النقل. بيصنفوا الترانسبورتيشن بشكل عام على اساس ان هو طبقا لاشياء مختلفه. يعني فيقول لك مثلا لو انا بصنفه طبقا للحاجه اللي انا بنقلها فممكن يبقى عندي بابليك ترانسبورتيشن او فري ترانسبورتيشن نقل او باسنجر ترانسبورتيشن وفري ترانسبورتيشن نقل افراد ونقل بضايع. ممكن يبقى التخطيط بتاعي خاص بنقل الافراد وممكن يبقى التخطيط خاص بنقل البضايع وممكن يبقى خاص بالاثنين مع بعض. بس المهم ان انا ممكن اصنفه كده او كده. لو انا بستخدم على حسب الوسيله عندي نقل بري اللي هو اللاند ترانسبورتيشن اللي هو نقل بالسكه الحديد او الطرق ده بيسموه نقل البري او الاير واي ترانسبورتيشن اللي هو النقل الجوي
او الووتر واي ترانسبورتيشن اللي هو الداخلي او المحيطات. الدراسه بتاعتي ممكن تبقى على اللاند ترانسبورتيشن بس، ممكن تبقى على اللاند ترانسبورتيشن والاير واي ترانسبورتيشن، او على الووتر واي ترانسبورتيشن، او معاهم كلهم على حسب نوع المخطط اللي انا بدرسه. يبقى انا لازم ابقى عارف ايه المود اوف ترانسبورتيشن اللي انا هبقى شغال عليها بعد كده. على حق لو انا بتكلم على مدى عدد الناس اللي بتستخدمه، ممكن اتكلم في بابليك ترانسبورتيشن، وممكن اتكلم في برايفت ترانسبورتيشن اللي هو النقل الجماعي او النقل الخاص. وده زي ما قلنا ده من الحاجات اللي انا بعملها في دراسات الجدوى. انا بعمل دراسه جدوى، بروح في الاخر بعد ما بعمل تريب جينيريشن وتريب ديستريبيوشن ومود تشويس، اشوف بقى كم في الميه من الناس هتستخدم وسائل النقل الخاصه، وكم في الميه من الناس هتستخدم وسائل النقل الجماعي. وبعد كده لما اروح لوسائل النقل الجماعي اقسم ما بينهم، كم في الميه هستخدم مترو، وكم في الميه هستخدم اتوبيس، وهكذا. من حيث منطقه الدراسه زي ما قلنا، عندي نوعين من الترانسبورتيشن. ما قلنا المره اللي فاتت اربن ترانسبورتيشن او ريجيونال ترانسبورتيشن. اربن ترانسبورتيشن ده اللي هو النقل داخل المدن. لو انا اخطط النقل جوه القاهره ده اسمه اربن ترانسبورتيشن بلانينج. لو انا اخطط بين القاهره واسكندريه، شكل الحركه بين القاهره واسكندريه، يبقى ده اسمه ريجيونال او انتر سيتي ترانسبورتيشن بلانينج. ريجيونال او انتر سيتي ترانسبورتيشن بلانينج. دايما بنسال السؤال في الحته دي، لو انا اجيب له اختياري اقول له تخطيط النقل الحضري، هو اختار بقى ان تخطيط النقل بين المدن، ولا تخطيط النقل داخل المدن، ولا الاثنين معا؟ داخل المدن. زين ولا مو زين؟ ده اللاند ترانسبورتيشن طبعا، سواء الريل واي او الهاي واي. يعني ده حاجات يعني بيدلعك، وده السي ترانسبورتيشن والاير ترانسبورتيشن. طيب عملية التخطيط زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتنقسم إلى جزئين. أول حاجة إن أنا أعرف هيجي لي كام رحلة في المستقبل، والخطوة الثانية أحط الحلول اللي تستوعب الرحلات دي. يبقى أنا بعمل استيميشن لعدد الرحلات أو الديماند بقى، خلينا نقولها بشكل يعني مور بروفيشنال، إن أنا بقول أعرف الديماند كام وأحط السبلاي اللي يستوعب الديماند ده. يعني اعرف هيجي لي كام رحله في المستقبل واحط السبلاي عليه. انا عايز اعمل الخط، انفذ دلوقتي الخط السادس لمترو الانفاق مثلا. الخط السادس لمترو الانفاق ده احد الخطوط المقترحه من السبع خطوط اللي هيتعملوا في القاهره الكبرى مثلا كلها. فلما ابدا انفذ في الخط السادس لمترو الانفاق دلوقتي، اعمل دراسه اشوف الديماند عليه هيبقى كام في الاور، في كل اور، وفي البيك اور هيبقى كام، وعلى مدار اليوم هيبقى كام. وبعدين احط سيستم السيستم بتاع التشغيل اللي يستوعب لي الديماند ده. يعني انا مثلا جم في وقت من الاوقات كانوا بيفكروا يجيبوا، لما حسوا قبل ما يعملوا الخط الثاني والخط الثالث، كانوا بيفكروا في وقت من الاوقات ان هم يجيبوا العربيات الدبل ديك في المترو. لو انتم عارفين في مثلا في اوروبا ساعات المترو الاتوبيسات موجوده، المترو كمان موجود ان هو يعمل المترو دبل ديك، يعني عايزين يزود الكباستي بتاعته شويه. فده نوع من السبلاي، طريقه من السبلاي ان هو بيحسن السبلاي، لان دلوقتي المترو كان يعني بيستهلكه مثلا او بيستخدمه مثلا 3 4 مليون واحد اكتر من الكباستي بتاعت المترو، فانا لازم ازود السبلاي. فاذا عمليه التخطيط هي، لو انا بتكلم بقى على تخطيط مدينه بشكل عام، ان انا بحدد الديماند، وبناء على الديماند بحط السبلاي اللي يستوعب الديماند ده. اذا هي عمليه بالانس ما بين السبلاي وما بين الديماند، ما بين السبلاي او الفيوتشر سبلاي وما بين الديماند. السبلاي ده بسميه ترانسبورتيشن سيستم، يعني بحط نظام نقل او ترانسبورتيشن سيستم يحل لي مشاكل النقل دي، طب الترانسبورتيشن سيستم اللي انا متوقع ان انا احطه المدينه، انا مثلا اقول لي تعالى خطط مدينه المنيا. لما اجي اخطط مدينه المنيا، ايه الاوت بوت اللي انا ممكن اخرجه؟ نتوقع كده. اول حاجه الاوت بوت يعني اللوحه اللي انا هديها للناس اقول لهم خدوا نفذوها. ايه هي؟ اول حاجه شبكه الطرق طبعا. اول حاجه اللي انا هطلعها كاوت بوت شبكه الطرق بالوصلات بتاعتها، بالتقاطعات، بالباركنج سيستم اللي هيشتغل عليها. وخلي بالك وانت بتخطط، لما شغال في التخطيط لو اهتميت جدا بشبكه الطرق ونسيت الباركنج، انت بتعمل كارثه.
بتعمل كارثه. بتعمل كارثه ليه؟ لان انت الناس لما تيجي تروح مكان وتيجي تعمل باركنج وما تلاقيش مكان هتعمل ايه؟ هتكتم في الشارع، فخدت لك من الحرارة بتاعه الحركه، فقللت لك الكباستي بتاعه السيستم بتاعك فعملت لك كارثه. الدوله زمان لما جت تفكر في موضوع المدن الجديده ده كانوا عاملين احسن فكره، انا اعتبر يعني احسن فكره اتعملت في مصر انا شخصيا، فكره المدن الجديده دي. ليه؟ لان هم حطوا سيستم كويس جدا ليها، وحطوا سيستم كويس جدا اللي هو يضمن انها تتنفذ صح الى حد كبير. عملوا ايه بقى؟ قال لك انا هخطط المدينه بحيث تبقى واسعه وتستوعب حجم الحركه بشكل كويس. طب هتعمل ايه في الباركنج يا عم؟ قال لك انا هضمن ان اي حد يعمل مبنى يعمل باركنج تحتيه، يعمل اماكن جراجات تحتيه تستوعب الباركنج اللي هيجي للمبنى ده، وبالتالي عندي الشوارع هتبقى مخصصه للحركه وكل مبنى يستوعب العدد اللي تحتيه. زين كده، حلو جدا. طيب هتضمن الدوله عشان تضمن ان ده يتنفذ فعلا عملت ايه؟ حطت سيستم كويس قوي. الكلام ده من زمان قوي، من 10 من مثلا من 30 سنه. قالت لك ايه؟ انا الراجل ده هيجي يقدم رخص عشان يبني المبنى ده، اقول له طيب اراجع معاه الباركنج سيستم اللي هو هيستخدمه. انت عندك مثلا في 6 شقق، الشقق دي مساحتها مثلا اقل من 150 متر، اذا كل شقه محتاجه عربيه واحده، يبقى لازم الباركنج بتاعك يبقى موجود فيه يستوعب 6 عربيات. خلاص تمام، فين ال6 عربيات؟ الباركنج ياخدهم، وادي الاماكن بتاعتهم، وادي مسارات الدخول والخروج، وادي البوابات وكل حاجه. تمام. طيب يبقى انا اول حاجه هراجع معاه التراخيص ان هو يكون مطابق للمواصفات كويس. طيب اديله موافقه ان هو يبني، روح يا عم ابني، يروح يبني ويجي يقول لي تعالى انا بنيت، يقول لي الدوله انا بنيت، عايز تعالى استلم الاول. اجي استلم اتاكد ان هو نفذ التصميمات ولا لا، وادي الباركنج سيستم اللي هو نفذه تمام مظبوط، اديله موافقه ان هو يدخل الكهرباء. اذا انا ربط المرافق والكهرباء، ربط المرافق والكهرباء بالباركنج بان هو نفذ اللي خد عليه التراخيص. بعد ما يدخل الكهرباء خلاص الراجل انا ضمنت ان هو عمل سيستم، السيستم ده هيتنفذ. ده تمام كده؟ في احسن من كده سيستم؟ في احسن من كده كنترول؟ ومع ذلك المصريين عملوا فيه ايه؟ اخترقوا برضه، مفيش فايده. عملوا يعني عملوا كارثه في المدن الجديده اللي هي هيبان نتيجتها قريب، هيبتدي بقى بانت، ابتدت تبان في التجمع، ابتدت تبان في اكتوبر، ابتدت تبان في المدن اللي ابتدت تتزحم. ليه؟ لان هو ابتدى يحصل ايه؟ الباشا بقى يعمل ايه؟ طبعا ما عندوش فرصه يضحك على بتوع الترخيص خالص، لازم يقدم باركنج سيستم مظبوط، ما يقدرش ياخد رخصه من غير باركنج سيستم. تمام، خد باركنج سيستم. ما يقدرش يلعب في ان هم يجوا يستلموا المبنى في مكان للباركنج، لانه مش هيدي له جواب للكهرباء الا الموظف ما يقدرش اصلا، اللي بيروح يستلم عارف ان هيجي عليه مراجعات بعد كده، فالموظف ما يقدرش يستلم الا لو في باركنج سيستم اتنفذ فعلا تلقى للرخصه. طيب الباشا بيعمل ايه بعد ما يسلم ويدخل الكهرباء ويطمن ويدخل الكهرباء؟ يروح بايع الباركنج على انه مخازن، يقفله على انه شقق، يقفله على انه يعمله مش عارف ايه، المهم يعمل منه اي حاجه تانية، ويمضي الناس اللي بتشتري الشقق على انه مش عايز باركنج عشان ما عادش يرجع يشتريه تاني. يجي دلوقتي الشخص بقى اللي سكن وما عندوش مكان باركنج في العماره، هيعمل ايه؟ يمكن في الشارع. دلوقتي المشكله ما ظهرتش في المدن اللي هي لسه ما اتزحمتش قوي، زي مثلا الشروق، زي العبور، لسه الكباستي ما وصلتش للكباستي بتاعتها، فالحجم الحركة على الشوارع ما وصلش للفول كباستي بتاعته، وبالتالي ما حصلش لسه المشكله ما ظهرتش. مع الوقت ابتدت تظهر. يعني انت دلوقتي مثلا امشي في شارع التسعين اللي هو في التجمع، كارثه، مش ممكن دي مدينه جديده متخططه تقف مثلا بالنص ساعه عشان تعدي في شارع التسعين. ليه؟ لان هو ده اللي حصل فعلا. بنى مول سمح للمول ده ان هو يستخدم الجراشات اللي موجوده في حاجات اخرى غير الباركنج، او عمل جراشات بعدد لا يكفي الباركنج سيستم بتاعه او الباركنج ديماند بتاعه، فده اللي حصل. بالرغم ان هو كان مشروع كويس قوي، الا ان المصريين بنصحيه، مع ان هو مش فارق معايا. يعني انا مره انا قعدت مع مستثمر مره قلت له ما انت مش هيفرق معاك حاجه، انت بتبني عماره وهتبيع الشقق بتاعتها، حمل ثمن الباركنج على ثمن الشقه، يعني قول له الشقه دي هتبيعها ب 500,000، قول له الشقه ب 550,000 واديله باركنج، مكان باركنج يبقى موجود عنده، يبقى انت ما خسرتش حاجه، انت كده كده هتبيع. طلع فكرته ايه بقى؟ يعني الكونسبت المنيل بتاعه ايه؟ عباره عن ايه بقى؟
تخيل ايه؟ ده حرام او كبيره ولا انتظر دايما مليونير بعد شهرين ثلاثه ولا حاجه. اه فاهم. قال لك ما انا لو زودتها 550,000 البيع بتاعها مش هيبقى سريع، انا عايز ارخصها جدا. وبيع الباركنج لواحد تاني هيشغله بقى مخزن، هيشغله اي حاجه تانية، واحد تاني ياخده لوحده، فتبقى الشقه بعتها رخيص فبقت اسرع من الناس التانيين اللي هم عاملين على البتاع. ما شاء الله عليك. يبقى اول عنصر من عناصر نظام النقل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو شبكه الطرق بالتقاطعات اللي عليها محلوله باماكن الباركنج اللي انا حاططها. ايه تاني ممكن اطلعه كاوت بوت؟ ايه تاني؟ لا مش دعوه، انا هسالك البيزنس بس. ها؟ ايوه طبعا، مسارات النقل الجماعي لازم لو انا خططت مدينه لازم يبقى عندي كونسبت للبابليك ترانسبورتيشن، لان مش كل الناس، انا هعمل شبكه طرق وسبت المدينه زي ما هي كده، مش كل الناس عندها عربيات خاصه. بالعكس زي ما قلنا المره اللي فاتت، كل ما نجحت ان الناس تستخدم البابليك ترانسبورتيشن كل ما كان احسن، كل ما نجحت الناس تستخدم البرايفت ترانسبورتيشن، او كل ما فشلت والناس استخدمت البرايفت ترانسبورتيشن كل ما كان النظام بتاعي مش كويس. فلازم يبقى جزء من نظام النقل اللي انت بتخرجه نظام النقل الجماعي المستخدم، نظام النقل الجماعي المستخدم. زمان اول ما عملوا التجمع ده في اوائل التسعينات كده، اول ما افتتحوه عملوا اسكان شباب جميل جدا في اوائل التسعينات، واسكان الشباب كان الشاب من دول بيدفع 1000 جنيه وياخد شقه، يستلم شقه زي الفل تمام وحواليها جناين، وكانت فكره بقى جديده لسه يعني، خرج بقى من القاهره الزحمه لشقق حواليها واسعه وجناين وكده، وبيدفع 1000 جنيه واستلم. فالشباب استلمت الشقق ومترش تسكن، فالدوله يعني قعدوا يفكروا ايه اللي بيحصل؟ يعني نسبه الاسكان قليله جدا ليه؟ يعني ليه الناس استلمت شققها ومش عايزه تروح؟ قال ايه اكتشفوا؟ قال ايه نسيوا يعملوا لهم مواصلات. فالشاب بقى كان يعني الشاب كان هيعمل ايه؟ كان هيسكن هناك، هيضطر يروح للمكان بتاعه ويرجع بتاكسي مثلا. فويتشز مكلف جدا بالنسبه له، فالناس في السجن. لما خدوا بالهم من الموضوع ده راحوا عاملين خطوط للميادين المختلفه، يعني من القاهره الجديده للعباسيه والرمسيس والحاجات دي، القاهره بقى الجديده انتشرت زي ما انتم شايفين كده. فنظام نقل من غير بابليك ترانسبورتيشن يبقى النظام نقل بتاعك فاشل. يبقى قلنا اول حاجه شبكه الطرق، تاني حاجه نظام النقل الجماعي. في حاجه تانيه محتاج افرجها از ترانسبورتيشن بلانر؟ ها؟ طبعا ده جزء من الشبكه، مسارات المشاة واماكن المشاة طبعا جزء من الشبكه. مش هتعرف تدي في الحته دي، انا عارف حاجات هسالك عليها. ايه تاني؟ ايه؟ قلت ايه؟ لا انت اللي قلت. ايه؟ ما احنا قلنا ده جزء من الشبكه التقاطعات. في اشارات اشارات المرور مثلا؟ ايوه طبعا، نظام الكنترول على الحركه او الكنترول سيستم اللي انا بعمله على الحركه، اللي هو قلنا دور بتاع المهندس بتاع الترافيك، لازم يبقى الاوت بوت بتاعي ما ادلوش شبكه كده واسيبه يمشي، لازم احط له حاجه اسمها نظم التحكم في الحركه او نظم التحكم في المرور. اللي اقول له لازم احط له على الشبكه السرعه هنا كام، الطريق ده وان واي، الاتجاه اليمين مسموح الشمال ممنوع، الطريق ده ممنوع التخطي هنا، الطريق ده مسموح التخطي هنا، كل الباركنج مسموح هنا عمودي، الباركنج مسموح هنا موازي، هنا مش مسموح باركنج، وهكذا. كل نظم التحكم في المرور اللي المفروض احطها لازم تبقى جزء من الاوت بوت بتاعي، جزء من الاوت بوت بتاعي اللي هو نظم التحكم في المرور، عشان اضمن ان الناس تستخدم الشبكه. فيها ثلاث شروط زي ما قلنا، الشرط الاولاني اعلى كفاءه، الشرط الثاني اعلى درجات امان، الشرط الثالث اقل تكاليف، اقل تكاليف. يبقى ثالث حاجه نظم التحكم في المرور، رابع حاجه ها؟ نظم التحكم في المركبه او الكونديشنز اللي انا هحطها للمركبه نفسها اللي هتمشي بقى. انا حطيت نظم كويسه او حطيت سيستم كويس وسايب عربيات تمشي موديل 50، موديل سنه 50، العربيه الموديل سنه 50 دي كل شويه الفرامل بتاعتها تسيب فتعمل لي حادثه، كل شويه تعطل في نص الطريق فتعمل لي ديليز كبيره، معدلات التلوث اللي بتطلع منها عاليه جدا، معدلات استهلاك الوقود اللي بتطلع اللي بتستهلكها عاليه جدا، وبالتالي لازم يبقى عندي قواعد كده اقول مواصفات العربيه اللي تمشي ايه؟
موصل التاير سيستم اللي موجود، البريكنج سيستم اللي فيها، الهواء اللي فيها، زي ما بيطلع لجنه كده يقيسوا الهواء بتاع العربيات ويقولوا لا انت ماشي الهواء مش مظبوط، الهواء مش مظبوط. طب انت مالك، انت مالك انت، انا مال انا كمخطط؟ لا، ما هو لو التاير بريشر اللي موجود عندك مش مظبوط، احتمال العجله تنفجر، احتمال الستيرنج عليها ما يبقاش مظبوط، وهكذا. فلازم يبقى في مجموعه من القواعد اللي بتضمن ان العربيه اللي ماشيه محقق المواصفات علشان تستخدم الشبكه لاستخدام الامس. يبقى قلنا الشبكه بتقاطعاتها، ده اسمه نظام النقل، الشبكه بتقاطعاتها مواصلاتها لاماكن الوقوف، المركبه المتحركه ونظام النقل الجماعي، نظم التحكم في المرور، نظم التحكم في المركبه، واخر حاجه تكلفه النقل. قال لك لازم نظام النقل بتاعك يكون بيناسب كل شرائح المجتمع. ما عملش نظام نقل، ما عملش نظام نقل يخدم الناس الاغنياء بس، ما عملش نظام نقل يخدم الناس الفقراء بس. لازم انا راجل دخلي موظف ودخلي قليل، لازم الاقي الوسيله اللي تناسبني. انا راجل دخلي عالي فعايز وسيله مريحه وسريعه، لازم الاقي الوسيله اللي تناسبني، وهكذا. يبقى لازم يكون نظام نقل بيخدم كل فئات المجتمع. لو انا حطيت نظام نقل مركز على فئه واحده بس، يبقى نظام النقل بتاعي فاشل. انما لازم يكون بيتبع كل الحاجات الحلوه، يعني الحاجات الكويسه. تمام؟ طيب، لو انا زي ما قلنا اول حاجه بتطلبوها مني، اتمنى ما اكونش بتكلم بسرعه. هو انا بس الحماس واخدني شويه، ف هنتكلم في الحته دي عشان ما نخش في تفاصيل، هنتكلم فيها في درس كامل عن الموضوع. انت لا، احنا قلنا اول حاجه لما نقول انزل خطط مدينه السويس المره اللي فاتت، اول حاجه بعملها ايه؟ باخد شبكه الطرق. ايه؟ باخد شبكه تخطيط الطرق. ايوه، شوف ايه المشاكل، انزل اقيم نظام النقل اللي موجود دلوقتي. انا في مدينه شغاله دلوقتي، بيقول لي خططها ل 20 سنه جايين، مش عايز يحصل فيها حاجه. فقلنا اول خطوه المره اللي فاتت بعملها ايه؟ اشوف المشاكل اللي موجوده دلوقتي. لما احط لها بقى عنوان رئيسي اقول ايه؟ تقييم نظام النقل الحالي، تقييم نظام النقل الحالي، اقيم نظام النقل الحالي عشان اعرف على المشاكل اللي موجوده. اعرف على المشاكل اللي موجوده. اعرف على المشاكل اللي موجوده. فامتى اقول على نظام النقل بقى ان هو كويس، وامتى اقول على نظام النقل ان هو وحش؟ ايه هو بقى عناصر التقييم؟ اقول عليه امتى حلو؟ يعني او ايه اللي حلو وايه وحش؟ ايه؟ مفيش ترافيك؟ مفيش قصدي ازدحام. مفيش ديلاي، مفيش كونجيشن، مفيش ازدحامات مروريه. طب ايه تاني؟ معدلات الحوادث تبقى قليله. ايه تاني؟ عوادم. ايه؟ عوادم معدلات التلوث اللي بتطلع تبقى اقل ما يمكن. تمام؟ ايه تاني؟ النقل العام كفايه؟ النقل العام كافي، بيجي في مواعيده. ايه؟ ايه؟ كل ما يكون اقصر ما يمكن. اقصر ازاي؟ يعني زمن الرحله اقل ما يمكن، يعني زمن الرحله اقل ما يمكن. ماشي كويس. ايه تاني؟ الطرق. ايه؟ ها ايه تاني؟ صحيح وقول لي. طب كده اسمك ايه؟ فهمي؟ فهمي ايه؟ فهمي ايه؟ ايه يا فهمي؟ فهمي ايه؟ تعبان ولا ايه؟ انا كلامي باين يعني، وصلت ورد ولا ايه؟ نظام النقل ان هو كويس لازم اتوفر فيه مجموعه من الشروط. اول حاجه عشان اقول على ان نظام النقل كفء، لازم يكون فيه قال لك كفاءه محاور الشبكه وكفاءه المواد. طب يعني ايه كفاءه محاور الشبكه؟ انت قول على شبكه الطرق انها كويسه. اول حاجه قلنا انها تستوعب العربيات اللي بتمشي عليها. ايه تاني؟ معدلات الحوادث عليها تبقى قليله. ايه تاني؟ زمن الرحله عليها يبقى اقل ما يمكن. ايه تاني؟ التلوث اقل ما يمكن. الحاجات دي كلها الجماعه الامريكان رضي الله عنهم حطوها في مقياس، حطوها في مقياس سموه ليفل اوف سيرفيس. ليفل اوف سيرفيس، وحطوا ست مستويات في مستوى الخدمه المروري لاي طريق. ست مستويات لمستوى الخدمه المروري بتاع الطريق، سموهم A B سي دي اي اف. من ايه الاف؟ اللي هم دول.
ليفل اوف سيرفيس سموه من ال اف، وحطوا توصيف لكل مستوى خدمه مروري. قال لك مثلا مستوى خدمه مروري ايه؟ فري فلو كونديشن. يعني ايه فري فلو كونديشن؟ يعني كل واحد عايز يمشي باي سرعه هو امنه ممكن يمشي بيها هيمشي بيها. يعني طريق السرعه التسميه بتاعته 120، اي حد عايز يمشي بسرعه 120 هيقدر، مفيش ترافيك هيعمل له اعاقه، مفيش حد هيعمل له تعطيل. الكونديشن بي اقل منه شويه، فقال لك ستيبل كونديشن. ستيبل كونديشن يعني مازال بيمشي بسرعه قريبه جدا من سرعه التسميه بتاعت الطريق، ما بيتعبش قوي في المانوفرنج ما بين الحاره للثانيه، ما بيلاحظش قوي الترافيك اللي حواليه، ما بيأثرش عليه كتير. اللي بعده سي مازال ستيبل، ان هو برضو السرعه قلت شويه بس مازال ما بيتعبش في المانوفرنج. اللي بعده هاي دينستي، ابتدى بقى يتاثر شويه، ابتدى يبقى ريستريكتد بالحركه اللي قدامه. لو عايز ينقل من الحاره للثانيه بيمشي فتره الاول على ما ينقل من الحاره للثانيه وهكذا. واي نير كباستي، يعني خلاص بقى وصل للكباستي في الاي، و اف بريك داون يعني فيلير، يعني واقف، يعني الطريق واقف تماما، يعني ما حصل وصل لحاله الفيلير خالص، مستوى الخدمه المروري بتاعي وصل ليه. الليفل اوف سيرفيس زي ما انت شايف ده فانكشن في حاجات كتيره، ممكن يبقى فانكشن في الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو، اللي هو الفوليوم اللي هو ايه؟ حجم المرور، ده في الفوليوم اللي هو حجم العربيات اللي بتمشي على الطريق في الساعه، او اقصى حجم يمشي على الطريق في الساعه، ده اسمه ترافيك فوليوم. طب السي كاباسيتي اللي هي اقصى ساعه الحاره، اقصى عدد من العربيات تقدر تستوعبه الحاره في الساعه. يبقى اذا الفي اوفر سي دي، الفي اوفر سي دي كل ما قيمتها زادت كل ما الطريق بقى كويس ولا وحش؟ وحش. وحش طبعا، لان الحجم اللي بيمشي فعليا كبير جدا بالنسبه للكباستي، وبالتالي هيبقى الطريق وحش. عشان كده حطوا ليميت للفي اوفر سي. قال لك مثلا لو 0.35 او اقل هيبقى ليفل اوف سيرفيس A، لو هو 0.54 او اقل هيبقى ليفل اوف سيرفيس B، لو هو 0.77 او اقل هيبقى ليفل اوف سيرفيس C، وهكذا لغايه توصل ان الـ A واحد او اقل. واكثر من واحد معناها ان الطريق حصل فيه بريك داون والطريق واقف خالص، وصلت للان ستيبل فلو. في حاجات تانية زي السبيد وزي الدينستي وزي الحاجات دي، خلينا احنا دايما هنتكلم على دي دلوقتي لغايه ان شاء الله السنه الجايه هنتكلم في كورس سبيشال عن الهايمن كاباستي اند ليفل اوف سيرفيس بشيء من التفصيل. اذا انا عشان اقيم شبكه الطرق اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ انزل اعد احجام المرور اللي بتمشي على كل طريق، هنتكلم عن طرق العد بعد شويه. وبعدين احسب الكباستي بتاعت كل طريق. وبعدين اجيب الفوليوم في كباستي ريشيو الفي اوفر سي، واحدد مستوى الخدمه المروري بتاع كل طريق من الطرق. الطريق ده ايه؟ مفيش فيه مشكله. ده بي مفيش فيه مشكله. ده سي مفيش فيه مشكله. ده دي مفيش فيه مشكله. اول ما اعدي دي معناها ان انا عندي مشكله. لو الطريق طلع اي او اف معناها ان الطريق فيه مشكله ولازم اعالج المشكله دي. يبقى اول نقطه بعالج قصه الليفل اوف سيرفيس بتاع كل طريق عشان اوصل الاماكن اللي فيها ازدحامات مروريه عامله ازاي. طيب دي كفاءة الشبكة، طب كفاءة الباركينج سيستم أو كفاءة المواقف هيحصل إزاي؟ إمتى أقول على الباركينج سيستم ده إن هو كويس؟ وإمتى أقول عليه إن هو وحش؟ لا لا، خلينا نقول لو قفل الطريق ده الاستهبال اللي بيحصل في مصر ما بيحصلش في أي حتة تانية. يعني إن حد يركن بره مكان مش مخصص في الباركينج ده استهبال، ده مش تقدير، ده مش أي حاجة. فده ما بيحصلش. خلينا نقول لو الناس بتلتزم بالاماكن المخصصه فيها في الباركنج، امتى اقول عليه ان هو كويس وامتى اقول عليه ان هو وحش؟ ايوه، لو الباركنج ديماند اكبر من الباركنج سبلاي يبقى الباركنج حلو ولا وحش؟ وحش. لو الباركنج ديماند عدد الناس اللي عايزه تركن اكتر من الاماكن المتاحه
يبقى الباركنج فيه مشكله، يبقى الباركنج بتاعي فيه مشكله، يبقى انا بنزل برده اعمل سيرفي للباركنج واعد عدد الاماكن واشوف والله الباركنج ديماند علاقته بالباركنج سبلاي واحكم على مشاكل الباركنج اللي موجوده في المنطقه دي. ده اول مقياس لقياس مستوى الخدمه بتاع نظام النقل اللي موجود في المدينه. المقياس الثاني قال لك مدى توفير وسائل النقل لكل قطاعات المجتمع. يعني هو صوت برين لنا ليه؟ برين ولا عادي؟ عادي. يعني وسائل النقل المتاحه زي ما قلنا لكل درجات ولا متاحه لفئه معينه من الناس؟ لو هي متاحه لكل الناس لكل الفئات تقدر تستخدمها يعني من حيث الكوست يبقى ده كويس، لو هو متاح لفئات معينه يبقى ده مش كويس. قال لك مدى تاثير نظام النقل على البيئه. نظام النقل اللي بعمله ده نزع ملكيه اراضي زراعيه قد ايه؟ لو هي كتيره يبقى مش كويس. نظام النقل ده لما عملته زود معدلات التلوث ولا قللها؟ لو زود معدلات التلوث يبقى نظام النقل بتاعي فاشل. لو قلل معدلات التلوث بتاعي يبقى نظام النقل بتاعي كويس. يعني انا المفروض لما خطبت القاهره اقول لما خطبت لما يعني سنه مثلا 80 او 90 لو كنا فضلنا ماشيين بنظام النقل اللي موجود في 80 والتسعينات كان زمان معدلات التلوث دلوقتي قد اللي موجود دلوقتي 5 أو 10 أضعاف. احنا نظريا في 90 وفي اوائل 2000 كان شارع الجلاء ده نظريا ما ينفعش يعيش فيه حد. يعني كان معدلات التلوث في شارع الجلاء، عارفين شارع الجلاء اللي في وسط البلد؟ كان نظريا عدد التلوث اللي فيه اعلى من اللي منظمه الصحه العالميه تسمح بيه في اي حته في العالم برينج كبير يعني مقدار كبير جدا يعني. دلوقتي نتيجه ان انت استخدمت مثلا متر الانفاق يعني معدلات التلوث اللي بتنتج عنه اقل بكتير، فانا بعمل ايه لما باجي اقيم من وجهه نظر التلوث؟ بعمل ويز اند ويزاوت المشروع. ويز طلع اجمالي التلوث مثلا من السي او مثلا او سي او 2 او الان او اكس او السي او اكس او اي حاجه من انواع الملوثات دي كان هيطلع مثلا 1000 طن ملوثات من نوع ملوث معين وزاوت الترانسبورتيشن سيستم اللي انا حطيته. طب ويز الترانسبورتيشن سيستم هو مش هيبقى صفر، هيبقى مثلا 300 طن. يبقى نظام النقل اللي انا عملته حسن بكام؟ خفض لي معدلات التلوث 700 طن. يبقى نظام النقل بتاعي ناجح. انما كان ويز اوت 1000 وويز بقى 1100 يبقى نظام النقل بتاعي عامل ايه؟ فاشل. نظام النقل بتاعي نظام فاشل. معنى كده ان 700 طن دولت انا عملت طريق تاني عشان الطريق الاولاني راح هناك مش اتشال. لا اتشال. انا دلوقتي ما انا هقول لك اهو. انا هديك مثال على مترو الانفاق. مترو الانفاق بينقل 3 مليون واحد في من 3 ل 4 مليون واحد في اليوم. 3 ل 4 مليون واحد. لو انا افترضت مثلا يعني ان كل فرد بيتنقل بمترو الانفاق بيتنقل كيلومتر بيتنقل بيكلفني جرام واحد سي او يعني بينتج عنه تلوثات جرام. لو انا نقلته بالاتوبيس هينتج عنه كام؟ 3 جرام. لان انا الاتوبيس معدل التلوث اللي بيطلع من الاتوبيس اكتر بكتير فيطلع عنه 3 جرام. طب لو نقلته بالعربيه الملاكي اكتر 10 جرام لان العربيه الملاكي معدل تلوثها لوحدها اقل من الاتوبيس فعلا، بس لما بقسمه على عدد الافراد اللي بيستخدموا العربيه الملاكي يطلع نصيب الفرد 10 جرام من السي او. اذا لما نقلته بالعربيه الملاكي كان بيتولد عنه 10 جرام سي او، لما نقلته بالاتوبيس بقى يتولد عنه تلوثات 3 جرام. طب لما نقلته بالمترو بقى جرام. يبقى انا كل دي جرامات وفرتها في النقل من الوسيله دي للوسيله دي. طيب الخطوه المقياس اللي بعد كده مدى تاثير نظام النقل على استعمالات الاراضي. يعني قال لك لو والله نظام النقل اللي انت عملته في المدينه شجع الناس انها تيجي تسكن في المدينه يبقى كويس. الناس زادت يبقى نظام النقل جاي، الناس هربت من المنطقه يبقى نظام النقل سيء. زمان في سنه مثلا 2000 كده ولا حاجه راحوا عملوا منطقه صناعيه في شرق القناه، شرق قناه السويس عند اسماعيليه، يعني اسماعيليه هنا كده، هم جم على بعد 5 كيلو وعملوا
عملوا الناحيه الثانيه من القناه منطقه صناعيه محترمه، يعني الدوله في وقتها عملت منطقه صناعيه كويسه جدا، خططت الاراضي، عملت فيها مناطق خدمات، عملت فيها بنوك، عملت فيها كل حاجه. وعرضت الاراضي في الوقت ده تقريبا اراضي المناطق المصانع تقريبا على ما اتذكر عرضوا المتر مثلا ب 5 جنيه، يعني رقم قليل جدا ملوش لازمه، عشان المستثمرين يروحوا يشتروا اراضي في المناطق دي ويستثمروا في المناطق دي ويعملوا مصانع وكده. وعملوا شبكه الطرق بقى كلها المحترمه ومستنيين بس الناس تروح تشتري قدامهم. استنوا شهر 2 3 4 سنة محدش راضي يروح يشتري اصلا هناك، محدش راضي يروح يستثمر هناك. لدرجه ان الطرق اللي موجوده هنا الرمل جه عليها وردمها مع الوقت مش مستخدمه. فقال لك شوفوا لنا الحل، يعني ايه ليه الناس ما راحتش يعني ليه الناس ما فكرتش انها تروح تستخدم هذه الارض يعني. فلما رحنا بصينا لقينا ايه؟ لقينا ان اللي هيفتح مصنع هنا هيجي له عمال منين؟ من اقرب منطقه، من اسماعيليه، من اقرب منطقه العمال اللي فيها هيجي له من اسماعيليه. طيب لقينا ان هو العامل اللي هيروح محتاج يعمل ايه؟ محتاج يمشي 5 كيلو كده، وبعدين هنا ما كانش فيه كوبري ولا نفق ولا حاجه، كان فيه معديه، المعديه دي ممكن تشتغل؟ ممكن تقف؟ لو في سفن معديه في القناه ممكن تقف لمده 2 3 4 ساعات، ممكن تقف يوم لو في ترافيك عاليه في القناه فممكن تقف. او الحل الثاني ان هو يمشي 35 كيلو كده لما يروح كوبري السلام، وبعدين يعدي كوبري السلام ويرجع 35 كيلو كده ويدخل كده، يعني يمشي حوالي 80 كيلو. فقال لك مين صاحب المصنع اللي هينقل الناس كل يوم 100 كيلو علشان يجوا يشتغلوا؟ فطبعا قال لك دي مخاطره، فالناس ما عملتش كده، وبناء على كده فضلت المنطقه مهجوره. اذا يعني انت عملت كل حاجه بس نسيت تفكر في نظام النقل اللي المفروض ينقل الناس ده. فهو ده الحته اللي انا بقول لك عليها دي، ان نتيجه ان نظام النقل مش جيد استعمالات الاراضي اتاثرت. لو وفرت لهم نظام نقل جيد، عملت لهم مثلا هنا كوبري او نفق، كانت المشكله اتحلت. ودي التوصيه اللي اتعملت فيها. حد ليه سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب. الفروض الاساسيه لعمليه تخطيط النقل. كل علم من العلوم بيبقى ليه مجموعه من الفروض لازم ابقى عارفها كويس عشان ابني عليها القصه بتاعت المخطط بتاعي او الاستيميشن بتاعي. خلي بالك انا بعمل استيميشن، يعني بتنبأ بحجم الحركه المستقبليه، فهي الفروض دي. قال لك اول حاجه لازم تبقى عارف ان انا بتنبأ بحجم الحركه المستقبليه بدقه مش 100%، طالما في استيميشن يبقى دقه الاستيميشن ممكن تبقى اقصى حاجه 99، ممكن تبقى 95%، ممكن تبقى 90%، انما ما ينفعش اقول في استيميشن بدقه 100%، طيب لو انا جيت قلت لك الهندسه اللي نايم مش عايز حد نايم، اللي عايز ينام ممكن يتفضل استاذن اتفضل. لو انا جيت قلت لك في منطقه كده معينه، المنطقه دي عباره عن فيلات، حي كامل فيلات، جيت حسبت عدد الرحلات اللي طلع من حي الفيلات ده طلع رقم معين. لو انا جيت هديت الفيلات دي وبنيت ابراج 10 ادوار، هل عدد الرحلات اللي بتطلع من المدينه من المنطقه دي هيفضل ثابت زي ما هو ولا هيتغير؟ هيتغير، هيزيد وشكله هيتغير وكل حاجه. طب لو جيت هديت العمارات دي وبنيت منطقه صناعيه هتغير مش هتغير؟ اذا اول فرض لازم ابقى عارفه ان في علاقه ما بين الطلب على النقل واستخدامات الاراضي. في علاقه بين الطلب على النقل واللاند يوزز، لما اللاند يوزز بتتغير الطلب على النقل بيتغير، الديماند بيتغير، فلازم ابقى عارف العلاقه دي عشان بعد كده
هقول لك هات لي علاقه ما بين الطلب على النقل وعدد السكان مثلا، وعدد السكان ده من ضمن اللاند يوزز اللي موجوده، او هات لي علاقه ما بين حجم الحركه وعدد الوحدات السكنيه، او حجم الحركه وعدد المناطق الصناعيه وهكذا. طيب ده اول فرض. الفرض الثاني، لو انا جيت قلت لك تعالى ادرس لي سياسه التذكره بتاعه المترو الانفاق في الخمس سنين اللي جايه، نعمل تذكره مترو الانفاق بكام في الخمس سنين الجايه؟ هل بعد خمس سنين اثبتها زي ما هي ولا ازودها ولا انقصها؟ ده من وجهه نظرك انت. طيب ايه الفاكتورز، ايه الفاكتورز اللي ممكن اخدها علشان احدد التذكره؟ ايه الفاكتورز اللي ممكن اخدها معايا في الاعتبار؟ اول حاجه بيقولها طبعا هيفكر فيها تكاليف التشغيل بتاعت المترو، يعني كل راكب بنقله كيلومتر بالمترو بيكلفني كام؟ ايه تاني؟ ما ده هيخش في التكاليف اللي هو فرق العمله، عشان انا بستورد قطع غيار ففرق العمله هيخش في التكاليف. تمام. ايه تاني؟ الديماند اللي هيبقى عندي، لو عندي مليون واحد غير لما يكون عندي 100,000 واحد غير لما يكون عندي 50,000 واحد، فالديماند اللي هيجي في المستقبل ده هيبقى فاكتور من الفاكتورز اللي موجوده عندي. السبلاي انا اللي بحدده، السبلاي اللي انا محتاج اقدمه. ماشي. ايه تاني؟ في معدل التضخم المالي عامة بعد كام سنة؟ الانفليشن اللي هو معدل التضخم، معدل زيادة الأسعار. إيه تاني؟ صيانة، تكاليف الصيانة، صيانة السكة وصيانة العربات المتحركة وصيانة المحطات. وإيه تاني؟ الأمان. ماشي. إيه تاني؟ مستوى دخل الفرد. لازم أعرف أنا أكون عارف أنا بتارجت مين؟ بتارجت أنهي شريحة من المجتمع؟ بتارجت الناس دخلها قد إيه عشان أنا أحط تذكرة؟ ابقى عارف هم يعني افرض انا طلع من الحسابات بتاعتي مثلا ان انا محتاج اخلي التذكره ب 100 جنيه، هل هينفع اعمل تذكره المترو ب 100 جنيه؟ مش هينفع، لان انا بتارجت ناس ما تقدرش تدفع 100 جنيه في التذكره. تمام؟ ايه تاني؟ في حاجه مهمه تانيه. ايوه، هو اللي انا بلف وادور عشان الوسائل الناس التانيه عامله ايه؟ يعني الاتوبيس تذكره، يعني تذكره الاتوبيس بكام؟ تذكرة التاكسي بكام؟ الراجل لما بيمشي بعربيته الملاكي بيتكلف كام؟ يعني تخيل كده فرضا، يعني ممكن عوضها حتى لو بمستوى خدمة، ما انا بقيس الخدمة اللي انا بقدمها بالتذكرة قصاد الخدمة اللي الناس بتقدمها بالتذكرة، بس لازم يبقى العملية متناسبة. يعني لو انا جيت الصبح لقيت في هيئة النقل العام منزلة اتوبيسات مكيفة وبتركب الاتوبيس تلاقي كرسي وما بتشيلش حد من جراك الاتوبيس ولا حاجه، عادي جدا يعني، ويوصلك الحته اللي انت عايز تروحها، يعني يوصلك المحطه اللي انت عايز تروحها عادي يعني، وفي نفس اليوم. هل ده هيؤثر على حجم الحركه بتاعت المترو؟ طبعا. هيأثر ولا لا؟ طبعا. ديفنتلي هيأثر، ديفنتلي في ناس هتسيب المترو وتروح تركب الاتوبيس. ده معناه ايه؟ معناه ان التغير في خصائص وسيله نقل معينه بيؤثر على باقي المناطق، على باقي الوسائل. التغير في خصائص وسيله نقل معينه بيؤثر على باقي الوسائل. طب اقول له ايه ده؟ طب اعمل في نفسي ايه؟ قوم واقف، قوم واقف وانت بتكلمني. هشوف هو عاملها لوحده عشان حس كده، انا عاملها وسمراء دماغي. نسيتنا الكلمتين اللي كنا عايزين نقولهم. والله يا مترو، وانا بنقول ايه؟ الاتوبيس اللي بيوصلنا للمكان اللي هو يقول اهو، انت مش عاجبك يعني ما طويل اهو، خلي قول يا ابني. مش عارف قول. ها؟ هو ده اللي ركزت معاه. اشمعنى؟ مالك حلو؟ بس بيقولوا غالي الايام دي ولا رخيص؟ يبقى اذا التغير في خصائص وسيله نقل معينه بيؤثر على باقي الوسائل، التغير في خصائص وسيله نقل معينه بيؤثر على باقي الوسائل، وبالتالي لما اجي ادرس الوسيله بتاعتي ما ينفعش ادرس الوسيله بتاعتي بس،
لا ده بيقول لك في ارتباط وثيق بين وسائل النقل المختلفه. لما ادرس ادرس كل الوسائل مع بعض علشان انا عارف ان التغير في خصائص الوسائل الاخرى هيؤثر على الوسيله اللي انا بدرسها، هيؤثر على الوسيله اللي انا بدرسها. زين ولا سامو زين؟ زين؟ زين. طيب الفرد اللي بعد كده بيقول لك المناطق الحضريه يجب دراستها بشكل متكامل. يعني ايه؟ يعني لو عندي منطقه هنا قلت لك ادرس لي خططت لي منطقه وسط البلد. منطقه مثلا المنطقه اللي موجوده في وسط البلد بالظبط. فلقيتها المنطقه دي فما ينفعش اجي ادرس حجم الحركه اللي موجود هنا بس. ليه؟ لان في حركه بتيجي من هنا تمشي كده وفي حركه بتيجي من هنا تمشي كده. اذا قال لك المناطق المتصله المناطق الحضريه المتصله يجب دراستها بشكل كامل عشان اخد تاثيرها على المنطقه اللي انا بدرسها. ما ينفعش اجي اخد منطقه صغيره واكمل عليها. عمليه تخطيط النقل عمليه مستمره، يعني بتحتاج تحديث، بتحتاج ابديت. زمان لما حد عارف موقف العشب؟ موقف العشب ده زمان كان هو موقف العشب ده عباره عن تقاطع طريق اسماعيليه مع طريق الدائري. فهو زمان اول ما عملوا الدائري، يعني الدائري بيعدي بنفق تحت اسماعيليه بس. عملوا الدائري بيعدي بنفق تحت اسماعيليه بس. وكان بقى بقيه الحركات بتعدي، يعني ماشي اسماعيليه بيمشي سطحي ويخش هنا ويمشي اللي هيمشي على طول يمشي على طول. كان اللي هيدخل الدائري من هنا كده شمال كان بيروح يلف يوتيرن ويدخل من هنا. كانت العمليه صعبه شويه. فجم مع الوقت بصوا لقوا ان اللي ماشي على الدائري اللي ماشي على طريق اسماعيليه جاي من ناحيه اسماعيليه بيقف طابور كبير جدا طويل قوي يجي نص كيلو كده طابور عربيات. فجم فكروا قال لك هنعمله تقاطع حر. فعملوا كوبري في اتجاه طريق اسماعيليه كمان بقى الدائري في اتجاهه في نفق والطريق اسماعيليه في كوبري. زين؟ زين. فلما افتتحوا الكوبري ده كان طول الطابور بتاع العربيات اللي واقف كان طوله 500 متر. اول ما افتتح الكوبري ايه اللي حصل؟ طوله بقى كيلو. المشكله زادت. يعني لما عمل الكوبري المشكله زادت اكتر. ليه؟ لان هو ما خدش باله ان في حجم حركه كبير وقتها بيدخل يمين مش هو اللي هيستخدم الكوبري. هو كان سايب له حاره واحده بس هنا. فالحاره الواحده دي ما استوعبتش الترافيك اللي هيدخل يمين مش هيطلع الكوبري فعمل الطابور فبقت العربيات تقف كتير لغايه ما قفلت مدخل الكوبري فوقفت الدنيا كلها. فراح عامل ايه؟ راح جاي محسن الحل بتاعه راح جاي موسع الطريق الاتجاه ده بدل ما كان حاره واحده خلاها اربع حارات بقى الترافيك يمشي فالموضوع اتحل. هو ده معنى كلمه ان عمليه تخطيط النقل عمليه مستمره تحتاج تحديث تحتاج ابديت. ان انا بحط حل ممكن المدخلات اللي انا كنت حاططها تتغير. يعني انا مثلا بخطط مدينه العبور. مدينه العبور دي كانت معموله على اساس ان 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 كل المباني فيها بدروم وارضي وثلاثة مثلا. جيت مثلا يعني نزل قرار بقى بدروم وارضي واربعه. اذا الانبوت اللي انا كنت مدخله اتغير وبالتالي لازم اعمل ابديت للمخطط بتاعي بناء على الانبوت ده. فعمليه التخطيط دايما عمليه مستمره لانها بتحتاج ابديت على طول، بتحتاج تحديث على طول مستمر. زين؟ اخر حاجه في المقدمه اللي هي مراحل تخطيط النقل، مراحل تخطيط النقل. بتختلف على حسب مين اللي هينفذ ومدى قناعته بالموضوع، طبعا ده كان يعني تنفذ نو تايم يعني تنفذ في شهور قليله قوي كانت تنفذ الحل ده وتحل على طول. ممكن حاجات ثانيه تعرقل وتقف على حسب يعني اهميته واقتناع الناس بيه كده. حصل ايه مش عارف. لا جميل. لو حصل تاني بقى هخليك تقف على دي. ماشي؟ عن موضوع المراحل الاساسيه لعمليه تخطيط النقل.
مشاريع تخطيط النقل عكس اي نوع تاني من المشاريع. يعني مشاريع بتبقى مكلفة قوي في عملية التخطيط، والقرارات اللي بتطلع منها بتبقى مكلفة اخر فيصل. يعني اخر فيصل، يعني على سبيل المثال مثلا، تخيل انت القرارات اللي بتطلع منها عبارة عن ايه؟ عمل خط مترو انفاق ده تكلفته مثلا كذا مليار، عمل طريق دائري تكلفته كذا مليار، عمل مش عارف كوبري تكلفته من 500 و600 مليون جنيه. قرارات صعبة فمكلفة. الدراسة نفسها اللي انت بتعملها بتبقى مكلفة جدا. يعني احنا يعني كان في مخطط مثلا مكة المكرمة سنة 2009 اتكلف عمل المخطط بس 15 مليون ريال، يعني تقريبا 75 مليون جنيه تكلفة عمل الدراسة. تخيل انت بقى لو عملت المخطط ده وصرفت عليه ونفذته وجيت قلت لهم اوبا ده انا نسيت واغلقت، ممكن اعيد المخطط؟ ينفع تقول كده؟ هيعملوا معاك السليمة على طول، هيعملوا معاك السليمة على طول. فالغلطة فيه ده الأسوأ. كمان بقى الأسوأ إن أنت ما تكتشفش الغلطة والمشروع اللي أنت المشاريع اللي أنت طلعتها تتنفذ. تبقى كارثة، لأن يعني كل مشروع بيتكلم في مليارات، فالغلطة بتتكلم كتير قوي. فقال لك ما ينفعش تغلط. بتاع تخطيط النقل ده ما ينفعش يغلط. طب عشان ما يغلطش يعمل إيه؟ أول حاجة قال لك لازم يشتغل في تيم. ما ينفعش واحد يروح يخطط مدينة، خصوصا لو حاجة كبيرة قوي، لأن الغلطة فيها بتبقى كارثة. الحاجة التانية قال لك يحط ستيبس يمشي عليها ستيب باي ستيب كده، علشان كل ستيب منهم يتأكد إنها مظبوطة فيروح على الستيب اللي بعدها وهكذا. فهي دي الخطوات بقى بتاعت تخطيط عملية تخطيط النقل. قال لك أول حاجة تحديد المشكلة وتحديد الغايات والأهداف. أول حاجة احدد انا جاي اعمل ايه اصلا؟ انا جاي اعمل ايه؟ انتوا جايبيني هنا ليه؟ جايبينك عشان تقول لنا ايه اسباب ان هيئه النقل العام في مصر بتخسر. كل سنه بتخسر فلوس. ايه السبب؟ كده عرفت مشكلته، ما اروحش بقى اقول له طب ايه رايك عايزين نعمل كوبري في السنبلاوين؟ انا هدفي ان انا احل مشاكل هيئه النقل العام. يقولوا لي تعالى قول لنا المترو الانفاق بيخسر ليه؟ يبقى انا عرفت مترو الانفاق بيخسر ليه؟ لازم احدد المشكله الاول عشان بناء على المشكله اقول له طيب انت عرفنا ان مشكلتك هي مترو الانفاق ان هو بيخسر. طب هدفك ايه؟ اللي هي الغايه بتاعتك ايه؟ تقول لي الغايه بتاعتي تحسين اداء مترو الانفاق. تحسين اداء مترو الانفاق، تقول لي طيب هو بيخسر كام دلوقتي؟ اقول لك بيخسر له بتاع كل سنه بتاع 500 مليون جنيه مثلا ولا حاجه. طيب ال 500 مليون جنيه دول انا حسنته بقى يخسر 400 كده، حسنت ولا ما حسنتش؟ حسنت هو بقى زي الفل لو حد تقدر يقول لي حاجه؟ قال لك لا ما ينفعش، لازم الغايه دي اللي هي تحسين اداء مترو الانفاق لازم يتحول الى لا خلصت انا وانا هنا انا مش هنا انا هنا. خلصت ال لازم الغايه دي تتحول الى مجموعه من الاهداف قابله القياس. مجموعه من الاهداف قابله القياس، يعني ايه اهداف قابله القياس؟ يعني اهداف ينفع اقيسها. اقول له مثلا انا مطلوب مني ان الخسائر اللي بتحصل 500 مليون جنيه كل سنه عايزها تبقى السنه الجايه 100 مليون، والسنه اللي بعدها صفر، والسنه اللي بعدها اكسب 10 مليون، والسنه اللي بعدها اكسب 50 مليون. يبقى حط له اهداف ينفع تتقاس. يبقى هي دي اللي كلمه تحديد الغايات والاهداف. يبقى الفرق بين الغايه والهدف، الغايه هو هدف عام، انما الهدف هو هدف يمكن قياسه علشان بعد كده نتعامل معاه. لما يقول لي هيئه النقل العام ادائها وحش، اقول له ايه مشكله هيئه النقل العام؟ تقول لي ده اللي بيركب اتوبيس بيقعد فيه بالساعتين. يبقى اول حاجه هو تقليل زمن الرحله. يبقى لما احط له ده غايه، هي تقليل زمن الرحله. طب ما احولها لهدف، اقول عايز اقلل الهدف زمن الرحله بنسبه 50%. يبقى انا عرفت رقم اهو هينفع يتعامل معايا عليه بعد كده. بعد كده اجمع البيانات اللي انا عايز اتكلم عليها، هنتكلم على موضوع تجميع البيانات بالتفصيل. بعد كده اعمل كاليبريشن للترانسبورتيشن ديماند مودلز اللي هي نماذج تخطيط النقل، اللي هو اجيب علاقه بين عدد السكان وحجم الرحلات، اجيب علاقه بين عدد السكان ورحلات مترو الانفاق، اجيب علاقه بين عدد العمال وهكذا. اي موديل يحسب لي حجم الحركه هنتكلم عنها طبعا طول الترم. وبعدين
وضع بدائل الحلول المختلفه. اي مشكله نقل، اي مشكله في الدنيا، لو انا جيت قلت لك انا عندي مشكله في طريق مثلا النصر اللي هو من اول مثلا من اول شارع رمسيس لغايه النادي الاهلي، ده بيحصل فيه ديليز كبيره. لو كل واحد سالته فيكوا سؤال ازاي احل الديليز اللي موجوده دي، ممكن احصل على 10 او 20 اجابه مختلفين، كل واحد يقول لي حل مختلف. كلهم ممكن يكونوا صح وممكن من بعض الحاجات منهم تكون غلط. فقال لك لما تيجي تخطط منطقتك، حط كل بدائل الحلول المتاحه، اوعى تستعمل حاجه دلوقتي، حط كل الحلول المتاحه. يعني على سبيل المثال زمان لما فكروا في طريق النصر ده، لما عارفين الست ستارز، عارفينها ولا لا؟ انا عارف ان دي اكتر حاجه انت عارفينها. ست ستارز لما عملوه في سنه 2000، يعني افتتحوه كده في سنه 2000 كده ولا حاجه، طريق النصر كان متقاطع مع مجموعه من التقاطعات، مثلا يوسف عباس، شارع الطيران، عباس العقاد، نزهه، مش عارف هنا شارع اسمه ايه ده؟ اسمه مكرم عميد، وهكذا. المهم يعني وبعدين ست ستارز هنا تقريبا قصاد مكرم عميد. فقال لك احنا ست ستارز ده مجموعه من المولات ومجموعه من الفنادق ذات المستوى العالي. الفنادق دي ممكن تسكنها ناس يعني ذات حيثيه مهمه، فلازم نحسن شكل الترافيك هنا. لازم نحسن الكلام ده سنه 2000 مثلا، فلازم نحسن شكل الترافيك هنا. فطريق النصر ده بيحصل عليه ديليز عند النقاط بتاع تقاطعاته مع الشوارع دي. كل ما كل اشاره كانت التقاطعات كلها وقتها كلها تقاطعات سطحيه عليه، فكل اشاره بيحصل فيها ديليز كتير. فايه الحل؟ واحد قال لك احسن حل ان احنا نعمل كباري كده، فحجم الحركه يبقى ماشي زي الفل. واحد تاني قال لك طب وليه نعمل كباري؟ طب ما نعمل انفاق، نعمل انفاق عشان ما تبوظش المنظر العام. واحد تالت قال لك طب وليه اعمل كباري في الاتجاه ده؟ طب ما اعمل كوبري يطلع من هنا يوصلني لغايه نزله ست ستارز، وبعدين السرعه، وبالتالي السرعه تبقى عاليه جدا، ونسيب الحركه اللي تحت تبقى زي ما هي. واحد رابع قال لك طب ما نعمل نفق الاتجاه ده. انا حل احسن؟ ما اعرفش، ممكن اي واحد منهم يطلع احسن، ممكن واحد منهم يطلع فيه عيوب، ممكن يعني مش شرط يعني. الفكره اللي انا بقول لك عليها ان انت تحط الاربع حلول دول قدامك، اللي هو وضع بدائل الحلول المختلفه، وبعدين تقدير الطلب المستقبلي لكل بديل، اشوف شكل الحركه على كل بديل من البدائل دي هيبقى عامل ازاي؟ يعني ما اعمل له اساينمنت واشوف شكل الحركه على كل بديل، ابتدي اقيم هذه البدائل، واختار احسنها وانفذه، وبعد ما انفذه اعمل ايه؟ اتابعه، لان ممكن يطلع فروض ما كنتش واخد بالي منها، فروض كنت مفترضها غلط، الانبوت كنت مدخله غلط، في الاخر اعمل ابديت ليه وهكذا عشان عمليه تقديم النقل عمليه مستمره، حد ليه سؤال لغايه دلوقتي؟ حد ليه سؤال؟ مينا ليه سؤال؟ يافت؟ يافت؟ وعينيه يافت؟ طيب ماشي. نبدا بقى في شابتر 2. المفروض نخلص الساعه كام؟ 3 الا 4. هو سيكشن، حد عنده سيكشن؟ انا عارف ان انتوا بتحبوا العلم وخايفين يضيع ليه عم السيكشن. انا عارف. قلت لكم ان احنا متاخرين وعايزين ناخد محاضره اضافيه من توسع عين الكلام. ناخد محاضره اضافيه انت اللايف. يعني عايزها انت في يوم صح؟ والله؟ ايه يا بنتي حاطط العلم ده كله؟ ها؟ طيب نشوف ان شاء الله.
الترم اتأجل اسبوع عرفته؟ اه الحمد لله. زيارة الجودة ان شاء الله 13 و 14. حصل. عايزك تشتري بقى الهدوم الجديدة كده و يبقى احسن حتة عندك حتة الزفرة دي بيها تقعد تذاكر. والهدف من الشابتر ده ان انا احدد ايه هي البيانات اللي انا محتاج اجمعها عشان اعمل تخطيط المالي بشكل عام، وايه افضل طريقه اجمعها بيها بحيث اتوفر فيها اعلى دقه واقل تكاليف واقل وقت. اعلى دقه واقل تكاليف واقل وقت. زي ما قلت لك عمليه تخطيط النقل عمليه مكلفه تتكون من حوالي 9 مراحل مثلا. كل مرحله من المراحل دي بتبقى بتكلف جزء من التكلفه العامه اللي قلت لك الكبيره دي. اهم مرحله في التسع مراحل دول كلهم هي مرحله الداتا كوليكشن. يبقى لما اجي اقول لك ايه اهم مرحله من مراحل تخطيط النقل تقول لي هي مرحله الداتا كوليكشن، مرحله تجميع البيانات. ليه؟ قال لك لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان هي اكتر مرحله بتستهلك وقت في المراحل كلها. تقريبا الداتا كوليكشن بتستوعب 70% من وقت المشروع، يعني مشروع مدته سنه ممكن اقعد اجمع داتا في 7 شهور. يبقى اكتر المراحل استهلاكا للوقت. واكتر المراحل استهلاكا للمال، فلوس. بصرف عليها 70% من البادجت بتاع المشروع. لو المشروع البادجت بتاعته 10 مليون ممكن اصرف 6 7 مليون جنيه على داتا كوليكشن والثمان مراحل التانيين للباقي، فهي اكثر مراحل استهلاكا للباقي. السبب الثالث وده الاهم ان هي مبني عليها كل القرارات اللي بعد كده، مبني عليها كل القرارات. مبني عليها كل القرارات اللي بعد كده. فلو انا جمعت بيانات صح هعمل اناليسيس صح واطلع اوتبوت صح. لو جمعت بيانات غلط ديفينتلي كل القرارات اللي هاخدها هتبقى غلط. عشان كده قال لك اوعى تجمع بيانات غلط عشان هتخش السجن. زين؟ عشان كده برضو قالوا لنا امشي على مرحله من مراحل تجميع البيانات، حط بروجرام امشي عليه بحيث ما يحصلكش مشاكل. ده اللي هو المراحل الرئيسيه لبرنامج تجميع البيانات اللي هو بتاع المراحل دول اللي احنا هنتكلم عليها. اول مرحله منهم تحديد دقيق للهدف من عمليه جمع البيانات. تحديد دقيق للهدف من عمليه جمع البيانات. انا بجمع البيانات لغرض من 4 اغراض. بجمع الداتا لهدف من 4 اهداف. اول هدف منهم ان انا عايز اعرف مشاكل نظام النقل الحالي. بنزل بقى اجمع بيانات عن السرعات واحجام المرور واماكن الازدحامات المروريه واماكن الحوادث ومعدلات التلوث والكلام ده كله. يبقى ممكن يكون الهدف ان انا عايز اعرف مشاكل النقل اللي موجوده في النظام دلوقتي. ده اول هدف. الهدف الثاني ان انا اكون عايز اعرف المشاكل اللي هتطلع في المستقبل. زي ما قلنا المره اللي فاتت. فعشان اعرف المشاكل اللي هتطلع في المستقبل لازم اعمل كالبريشن للترانسبورتيشن مودلز، ان انا عايز اعمل معايره لنماذج النقل، عشان اعرف حجم الحركه المستقبليه ومنها اعرف المشاكل اللي هتطلع في المستقبل. فممكن يكون الغرض معايره نماذج النقل. اذا هنا بعرف مشاكل النظام الحالي، هنا بعرف مشاكل المستقبليه لنظام النقل المستقبلي. طيب ممكن يكون الغرض ان انا عرفت المشاكل اللي موجوده دلوقتي وعرفت المشاكل اللي هتيجي في المستقبل، فبحط حلول تناسب الوضع الراهن والوضع المستقبلي. فممكن يكون الهدف ان انا احط ان انا اقيم الحلول دي. الحلول دي مين منها احسن حل، فبجمع بيانات تساعدني على تقييم هذه الحلول. وممكن يكون الغرض ان انا اتابع البديل المنفذ. يبقى اول حاجه لما اجي اجمع بيانات احدد انا هجمع بيانات ليه؟ الغياب وصل فين؟ غياب وصل خلص؟ طيب كويس.
الخطوه الثانيه احدد المنطقه اللي انا هدرس فيها البيانات، احدد المنطقه اللي انا هجمع منها البيانات. المنطقه اللي انا بجمع منها البيانات دي منطقه بتبقى بجمع منها البيانات، بحط حواليها خط تخيلي كده بسميه اكسترنال كوندور، بجمع البيانات اللي جوه منطقه الدراسه دي بشكل، والبيانات اللي بره منطقه الدراسه بجمعها بشكل تاني. الاكسترنال كوندور دي ده او حدود منطقه الدراسه دي قال لك لها شروط. اول شرط منهم ان هو قال لك يفصل كل اشكال الحركه اليوميه. يعني مثلا انا جيت سالتك قلت لك انا عايز احدد التذكره بتاعت مترو الانفاق بتاع البرج حلوان، ادي خط مترو البرج حلوان. انت واحد لما جينا نجمع بيانات قلت لي من ضمن البيانات اللي انا هجمعها ان انا عايز اعرف مستوى دخل الفرد اللي هيستخدم المترو. طيب اعرف مستوى دخل الفرد في انهي منطقه بقى حوالين المترو؟ هل اعرف على بعد كيلو من الناحيه دي وكيلو من الناحيه دي، ولا 2 كيلو من الناحيه دي 2 كيلو من الناحيه دي، ولا ايه الشرط؟ ايش ايه الكونديشن اللي ممكن اعمله معايا الدوله؟ طب في واحد هيجي من اسكندريه كام؟ الدوله كلها عدد الناس، عدد الناس. لا قال لك الشرط كل الناس اللي بتستخدم المترو بشكل يومي دي تدخل منطقه الدراسه. يعني تقول لي مثلا مصر الجديده، اقول لك مصر الجديده تدخل، لان كل يوم وارد ان يجي حد من مصر الجديده بشكل يومي يركب المترو. مدينه نصر ابعد شويه، وارد ان الناس تيجي مدينه نصر تركب المترو. طيب القاهره الجديده، هل ممكن حد يجي القاهره الجديده كل يوم يركب المترو؟ لا، ممكن عادي جدا هاخد مواصله لغايه المترو واركب المترو بشكل يومي كل يوم، صح؟ وارد جدا. انما لو قلت لك السويس، في حد كل يوم يجي من السويس يركب المترو؟ لا طبعا مستوى عادي. فقال لك يبقى السويس ما تدخلش معاها الدراسه، يدخل معايا المناطق اللي يتولد عنها رحلات بشكل يومي. عشان كده لما افكر ادرس المترو لو انا عايز ادرسه صح يبقى لازم ادرسه على الطاقه الصغيره الكبرى كلها. لو غير كده يبقى الدراسه بتاعته مش مظبوطه. عشان كده قال لك يفصل كل اشكال الحركه اليوميه لها علاقه بمركز منطقه الدراسه. كمان لو منطقه يمتد اليها الامران في المستقبل، يعني هيبنوا مدينه جديده هنا في الحته دي، لو المدينه دي متوقع انها تتبني في الديزاين يير بتاعي، يبقى لازم تدخل جوه الحيز بتاعي، جوه الاكسترنال كوردون بتاعي. قال لك الاكسترنال كوردون ده كمان لازم يكون شكله منتظم، لازم يكون شكله منتظم. يعني ايه؟ قال لك ما يبقاش لازم يبقى كلوز كده، لازم يبقى شكله كلوز، ما يبقاش فيه فتحه كده. وهنعرف ليه لما نيجي نجمع البيانات ان انا لو عملت فتحه دي هيبقى فيه رحلات بتخرج وتدخل من هنا انا مش عادلها معايا، فلازم يكون كلوز. ولازم يقطع كل طريق في نقطه واحده. يعني لو عندي شكل الطريق عامل كده وعندي طريق عامل كده، قال لك ما ينفعش، لازم خليه يعمله كده احسن. ولازم يقطع اقل عدد من المحاور. يعني ايه اقل عدد من المحاور؟ يعني لو عندي الاكسترنال كوردون عامل كده، فانا عندي الطريقه ان انا اعمله كده او اعمله كده، ده الافضل وده مش كويس. يقطع اقل عدد من المحاور، دي الشروط بتاعت الاكسترنال كوردون. لما بعمل اكسترنال كوردون، ركز بقى عشان هنختم المحاضره بالسلايد دي. كده كويس ولا مش كويس؟ لو انتوا حابين انا ممكن نكمل. والله هكون سعيد. ايه؟ ايوه انا عارف. انتوا ان كان عليك عايزه تقعدي وتسمعي معايا. احنا لولا السكشن بس وانا مش عارف. طيب لما بعمل اكسترنال كوردون بينتج عندي اربع انواع من الرحلات. انترنال او بنسميها الانترنال تريبس، او الرحلات الداخليه اللي هي الرحلات اللي مصدرها جوه منطقه الدراسه والمقصد بتاعها جوه منطقه الدراسه بره، دي بنسميها انترنال تريبس او رحلات داخليه. يعني مثلا لو انا بخطط القاهره في رحله طلعت من مصر الجديده راحت شبرا، دي اسمها انترنال تريب بالنسبه للقاهره، صح؟
طيب في اكسترنال انترنال تريب اللي هي رحله جايه من القاهره جايه من بره القاهره داخل القاهره، يعني رحله جايه من اسكندريه جايه القاهره دي اسمها اكسترنال انترنال تريب بالنسبه للقاهره. في نوع ثالث من الرحلات بسميه انترنال اكسترنال تريب اللي هي رحله خارجه من القاهره راحة مني دي اسمها اكسترنال انترنال تريب بالنسبه للقاهره. وفي ثرو تريب اللي هي رحله عابره اللي هي رحله جايه من اسكندريه راحة المنيا بس هتعدي على القاهره، بالنسبه للقاهره دي رحله عابره. القاهره ما لهاش اي ذنب غير ان هي شبكه الطرق بتاعتها بتستخدم لهذه الرحله. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على السياحه الكرويه، السؤال اللي بيطرح نفسه على السياحه الكرويه بيقول اللي هيجاوب هيبقى شاطر، بيقول علم لما اجي اجمع انا مطلوب مني اعرف حجم الرحلات بتاعت كل نوع من الاربع انواع دول، يعني عايز اعرف الانترنال تريبس كام والانترنال اكسترنال كام والاكسترنال انترنال كام والثرو تريبس كام. لما اجي اجمعهم هجمع السؤال بقى بيقول علم لما اجي اجمع هجمع الانترنال والانترنال اكسترنال بطريقه، انما هجمع الثرو تريبس والاكسترنال انترنال تريبس بطريقه ثانيه. ليه؟ لماذا؟ واي؟ بوركوا؟ اي حاجه من الحاجات الغريبه دي؟ ها؟ ايه؟ خليه يقول حلو كلام جميل جدا كويس ما شاء الله ما لا صح حلو كويس قوي نفس الكلام تقريبا ايه لا لان الانترنال هتعمل الرحله بتاعتها وترجع تاني نفسها. ها اللي بتحب العلم انا قلت عشان الانترنال هيبقوا واخدين اتجاه واحد لا مش اتجاه واحد يعني من جوه خلي بالك الانترنال تريب دي ممكن تكون طالعه من اي حته وراحه اي حته والاكسترنال الانترنال جايه من اي حته وراحه اي حته جوه المدينه فمالهاش اتجاه ولا اي حاجه مالهاش علاقه ها ايوه لان الانترنال هتروح رحله وترجع تاني مكانها فهتعمل لي زحمه مروريه اكتر. لا. قول. نفس الحاجه الجزء اللي بره انا مش عارف عدده لكن اللي جوه انا عارفه وعارف تفاصيل كل عنه. لا انا كله لازم اكون عارف عدده. والمره الجايه نعرف انا بعرف عدد كل واحد ازاي. هو السبب اللي انتوا قلتوه بالظبط تقريبا يعني الناس اللي قالته في الاول بالظبط ان الانترنال تريبس والانترنال اكسترنال تريبس دي الرحلات اللي بيعملوها سكان المدينه اللي انا بخططها الرحلات اللي بيتعملها سكان المدينه اللي انا بخططها اللي انا شغال عليهم اصلا اللي انا بجمعهم جوه الاكسترنال كوردون اصلا اللي انا هتعامل معاهم بشكل مختلف شويه انما الرحلات الاكسترنال تريبس والثرو تريبس الاكسترنال انترنال والثرو تريبس دي الرحلات اللي بيعملوهم سكان من خارج المدينه راجل جاي من اسكندريه جاي من المنيا جاي من اسيوط جاي من السويس كل دي رحلات بيعملوهم سكان خارج المدينه فدول هتعامل معاهم بطريقه ودول هتعامل معاهم بطريقه دول هتعامل معاهم بنوع من السيرفي جوه المدينه انما دول هتعامل معاهم بنوع من السيرفي على حدود الاكسترنال كوردون على حدود الاكسترنال كوردون بتاعي عشان كده ده الاختلاف الوحيد ما بين النقطتين يعني انا سعيد بالاجابات اللي اتقالت الى حد كبير يعني حد ليه سؤال دلوقتي في منافس تاخد كمان سؤال كده ها طيب والله انا مش عارف مشكلتي ايه في قلب الطيب ده اعمل انا ايه طيب في الغياب المعدل المظبوط هنعمل محاضره اضافيه ان شاء الله بس احنا بناخد كل مره يعني بعكس ثالثه انشاءات كل يعني النهارده خدنا في الطرق يعني كميه اكتر من اللي انا كنت متوقع ان احنا نوصل لها في النقل خدنا كميه اقل بكتير من اللي انا كنت متوقع ان احنا نوصل لها افتكروا السبب احنا ضيعنا وقت كتير النهارده وقت المحاضره
حتى ما يعني معايا انا كمان شخصيا الحقيقه مش حلو.